حياكم الله في خليج العرب. رئيس حكومة الوحدة الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة زار الأسبوع الماضي دول الخليج على أمل توحيد الموقف الخليجي حول الأزمة الليبية ولجلب دعم اقتصادي لليبيا المقبلة على انتخابات مصيرية نهاية هذا العام. أهداف كانت تبدو في متناول حكومة تقف مبدئيا على نفس المسافة من كل أطراف الأزمة الليبية وتتمتع بدعم المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، إلا أن الجولة الخليجية عكس جدولها الأصلي اقتصرت على دولتين: الكويت حيث لم يصرح بمحتوى المحادثات الثنائية، وأبو ظبي حيث انحصرت المباحثات في مسائل اقتصادية بدت وإن كانت ضرورية ثانوية أمام حدة الأزمة في ليبيا. فما هي مخرجات زيارة الدبيبة لدول الخليج؟ وما الذي حال دون زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى الرياض والدوحة؟ وكيف ستتعامل دول الخليج مع الحكومة الليبية الجديدة؟ ولماذا لم تنجح المصالحة الخليجية في توحيد الموقف الخليجي حول ملف ليبيا؟ للحديث عن الموضوع أسعد باستضافة من لندن عبر الإنترنت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي الأستاذ عبد الله الكبير. مرحبا بك سيد عبد الله. مرحبا، تحية طيبة لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. ومن الدوحة عبر الإنترنت الدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر. نرحب بك دكتور. شكرا لك، يعني بارك الله فيك. أهلا وسهلا. قبل البدء نتابع مخرجات جولة الدبيبة في بعض دول الخليج، وما الذي تنتظره ليبيا من دول الخليج العربي في هذا التقرير؟ الحكومة الليبية الجديدة ترتب أوراقها في محيطها العربي والإقليمي، جولة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منطقة الخليج زار خلالها دولتي الكويت والإمارات. تحركات الدبيبة قيل إنها تأتي في سياق البحث عن حلول لأزمات بلاده المتراكمة، فليبيا التي عاشت سنوات طويلة من الحرب تحتاج إلى مساعدات لإعادة إعمارها وإنعاش اقتصادها المتعثر، إضافة إلى استقرارها السياسي والأمني. عن محطته الثانية يقول بيان إعلامي مشترك إن اللقاء بين الدبيبة وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان طغت عليه محادثات بشأن تحفيز الاستثمارات الإماراتية في ليبيا، ويبدو أن الدبيبة يدرك أن إفساح المجال لأطراف بعينها لعبت دوراً في الأزمة الليبية ودعمت طرفاً على حساب آخر من شأنه أن يدعم استقرار البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. ولعل اختيار دبيبة أن يبدأ رحلته من الكويت يأتي في هذا السياق. لعبت الكويت دوراً حيادياً في الأزمة الليبية، وتحتاج حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى قدرة قصر بيان في توحيد الصف الخليجي بشأن الملف الليبي، خاصة وأن الكويت سبق وأعلنت نهاية العام الماضي عن عزمها حشد تحرك خليجي لحل الأزمة في ليبيا. طوال سنوات الحرب وقفت دول الخليج على طرفي نقيض في الأزمة الليبية، ففي الوقت الذي دعمت فيه الإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومعها الرياض والمنامة بشكل غير مباشر، كانت الدوحة تقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. فهل ستتوحد المواقف المتضاربة بعد المصالحة الخليجية؟ قد تعول الحكومة الليبية على ذلك، فأي توافق ودور فعال لدول الخليج قد يساعد الدبيبة وفريقه على إدارة أزمات البلاد الداخلية ويسهل قيادة المرحلة في بلد خرج قريباً من نفق الحرب. أستاذ عبد الله الكبير، أبدأ معك بداية. الجولة، جولة الرئيس الليبي في الخليج كان يفترض أن تشمل دول الخليج، لكنها توقفت عند أبو ظبي والكويت. لماذا توقفت عند هذا الحد ولم تشمل بقية دول الخليج وعلى رأسها طبعا المملكة العربية السعودية أو حتى الدوحة؟ ما الذي حدث تحديدا؟ نعم، في اعتقادي أن هذه الجولة التي أعلن عنها السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي أعلن عن قيامه بها، ولكنه في الحقيقة لم ينفذها، وإنما زار دولتين فقط هما
الكويت والإمارات. باعتقادي لم يكن هناك تحضير حقيقي لهذه الزيارة، أي بمعنى أن السيد أدبيبة والفريق المصاحب له لم يحضر لهذه الزيارة بشكل جيد، ومن ثم ذهب إلى الكويت التي كانت فيما يبدو هي مجرد محطة للذهاب إلى الإمارات. باعتقادي أن المقصود بهذه الزيارة هي دولة الإمارات، ولم تكن الكويت سوى محطة عابرة في طريقه للإمارات. بعد ذلك أراد أن يتوجه إلى قطر، ولكن لأن الزيارة لم يتم الإعداد لها، فالمعلومات تقول أن السلطات القطرية اعتذرت عن استقبال السيد أدبيبة لأنه لم يبلغه مبكرا، ولم تتم جدولة هذه الزيارة لكي يتم استقباله، كما هو الحال مع الإمارات التي يبدو أنها كانت على علم بهذه الزيارة وقد حضرت لها واستقبلته بشكل اعتيادي. لا نستطيع إذن أن نقول أن ما قام به السيد دبيبة من زيارة للكويت والإمارات هي جولة خليجية. الجولة الخليجية ينبغي أن تشمل كل دول الخليج العربي، وينبغي أن تبدأ بالسعودية باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول الخليجية. نعم دكتور محجوب زويري، هل كانت الكويت مجرد محطة للدبيبة، أم كان هناك مقصد لزيارة الكويت، ربما يكون البحث عن حليف محايد من بين دول الخليج يستطيع أن يجمع وجهات النظر الخليجية؟ الأمر الآخر، لماذا اعتذرت قطر أو الدوحة عن استقبال دبيبة إذا كان في معلومات؟ شكرا دكتور علي. الجولة برمتها يدور حولها كثير من الضبابية وغياب التحضير الدبلوماسي لها مع الدول، خاصة بالأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها الدول والعالم الآن فيما يتعلق بالجائحة، حيث أن الترتيب الدبلوماسي للزيارات يحتاج قدرا أكثر من الوقت والتحضير، خاصة مع وجود ما يسمى بالتحذيرات الطبية، وهذه إضافة جديدة أصبحت في البروتوكولات المعدة للزيارات، وهذا لم يكن موجودا في قبل الوباء. الآن فقط عبارة سريعة، الآن هنالك تحضير بروتوكول الطبي، وهو عبارة عن فحص معظم الناس المرافقين والتأكد من ذلك قبل يعني القيام بتنفيذ هذه الزيارات. لذلك أنا أعتقد جزء من الضبابية تتعلق بعدم التحضير الدبلوماسي وعدم إعطاء الدول الفترة المناسبة للتحضير لها. الأمر الثاني في اعتقادي، الزيارة للكويت أنا لا أعتقد أنها فقط كانت محطة. الكل يعرف الدور الذي لعبته الكويت بشكل أساسي وبشكل عميق منذ العام 2017 فيما يتعلق بالوساطة الخليجية، ووصف بأنها طرف محايد هذا وصف دقيق، وأعتقد بأنه محاولة التواصل مع الكويت كانت محاولة للكشف عن صوت مختلف عن حالة التموضع في الخليج، بمعنى آخر جبهتين، جبهة السعودية والإمارات والبحرين والجبهة الأخرى قطر وعمان، وبالتالي هنالك طرف ثالث في الخليج ينبغي الحديث عليه، وبالتالي أنا أعتقد بأن زيارة الكويت جاءت في إطار هذا السياق. الذهاب إلى الإمارات، الكل يعرف بأن الإمارات العربية المتحدة قامت منذ قبل حتى قمة العلا بنوع من التهدئة في ليبيا، ونعرف ذلك أيضا سبق فيما يتعلق باليمن، هناك حالة من الانسحاب التكتيكي في بعض الملفات، فأعتقد أنه محاولة أو الاستقبال الذي جرى لسيد الدبيبة له علاقة بإرسال رسالة إلى واشنطن، لأن واشنطن كانت يعني أرسلت رسالة واضحة بأنها تريد تغيير الوضع ومشهد السياسي في ليبيا من حالة التوتر الذي كان عليه إلى وضع أقل توترا، وأعتقد أن الإمارات كانت تريد أن تفعل شيئا في هذا السياق. الاعتذار فيما يتعلق الاعتذار القطري، يعني الحقيقة أنا لم أسمع اعتذار رسميا، لكن باعتقادي أن هذا ربما يأتي في إطار ما ذكرته سابقا، التحذيرات والبروتوكولات المتعلقة في زيارات الوفود التي تنتهجها الدول الآن بشكل عام على ما أعرف. نعم الدكتور أستاذ عبد الله، ما الأهداف السياسية والاقتصادية من هذه الزيارة؟ هل يمكن مثلا لدول الخليج أن تلعب دورا في تعزيز
اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020؟ يعني بالطبع دول الخليج بوسعها أن تفعل الكثير في الأزمة الليبية، خاصة السعودية وقطر والإمارات، على اعتبار أن هذه الدول لديها تواصل مع بعض الأطراف السياسية الليبية. قطر والإمارات كانتا حاضرتين في كل المراحل السياسية والتطورات التي جرت في ليبيا منذ 2011، منذ الثورة على القذافي. قطر بشكل خاص ساهمت بشكل كبير في دعم اتفاق الصخيرات وفي حث كل الفرقاء الليبيين على توقيع الاتفاق بحضور المبعوث الأممي آنذاك برناردينو ليون. السفير القطري كان حاضرا وشجع بقوة على توقيع الاتفاق السياسي، كذلك سفراء آخرون من دول مختلفة دولها لها ارتباط ومصالح في ليبيا. أيضا السعودية لا ننسى، وهكذا يعتقد جل الليبيين، أن السعودية استقبلت خليفة حفتر قبل أن يقوم بعدوانه على طرابلس بأيام قليلة في عام 2019، وبالتالي هناك شكوك قوية في أن السعودية شجعت أو أعطت لحفتر الضوء الأخضر لكي يغزو طرابلس، ومن ثم هي أيضا يعتبرها الليبيون دولة مؤثرة. الإمارات أيضا لم تنفك عن دعم طرف سياسي واضح في المعادلة السياسية الليبية وهو خليفة حفتر وأيضا البرلمان الموالي له، ومن ثم موقف خليجي موحد من الأزمة الليبية يدعم التطورات السياسية التي جاءت بعد اتفاق جنيف، يدعم حكومة الوحدة الوطنية بدون شك، هو أمر مهم وحيوي لمساعدة الليبيين على عبور هذه الأزمة. ومن ثم عندما أعلن السيد دبيبة عن قيامه بجولة خليجية بحثا عن دعم لحكومته وموقف خليجي موحد من الأزمة الليبية، كانت خطوة ممتازة وكان تصريحا مبشرا، لكن فوجئ الجميع بأنه لم يقم بجولة خليجية في الواقع، وإنما زار الكويت ثم الإمارات. الكويت زيارتها مفهومة في أنها دولة محايدة، دولة سعت إلى أن يكون هناك موقف موحد تجاه الأزمة الليبية، لم تتدخل بشكل سلبي في الأزمة الليبية. أيضا زيارة الإمارات قد تكون مفهومة في سياق البحث عن دعم لحكومة الوفاق، لو كان بصحبة رئيس الحكومة وفد حكومي تتقدمه وزيرة الخارجية، باعتبار أن هذا شأن أصيل لوزارة الخارجية في كل الدول. لكن فوجئنا بأن مع السيد حميد الدبيبة أفراد أسرته وعائلته، لم يكن هناك أي طرف من الحكومة التابعة له، ولم يكن هناك وفد وزاري، وبالتالي لا نستطيع أن نعتبرها زيارة سياسية. الزيارة لم تشمل قطر وهي دولة فاعلة ومؤثرة ودولة مهمة في الخليج العربي وفي الجامعة العربية وفي مختلف المنظمات الإقليمية، لم تشمل السعودية الشقيقة الكبرى والدولة المهمة والتي ينبغي أن تبدأ الزيارة بها. وبالتالي أنا شخصيا لا أستطيع أن أعتبر زيارة السيد عبد الحميد دبيبة إلى الكويت والإمارات بأنها جولة سياسية تستهدف مصالح حكومته أو مصالح التطورات السياسية في ليبيا، وإنما الحقيقة تنتابني شكوك قوية في أنها زيارة لها أهداف خاصة تخص السيد الدبيبة واستثماراته في الإمارات وعلاقاته الشخصية مع حكام الإمارات. نعم. طيب دكتور محجوب، هل باعتقادك أن هناك رسائل غير مباشرة من الأطراف الغربية الراعية للحكومة الليبية وعلى طرفها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك رسائل غير مباشرة لدول الخليج مما جعلها غير متحمسة لاستقبال الدبيبة، أم أن هناك تفسير آخر مثل ما قال السيد عبد الله بأنها استثمارات شخصية للدبيبة في الإمارات؟ يبدو أن هنالك حالة من التوجس والترقب لما يجري الآن في المنطقة بشكل عام، ومنه الملف الليبي. هنالك عدم وضوح في موقف الإدارة الأمريكية، بمعنى
تصريحاتها معومة وكلية وليست واضحة بالشكل المطلوب. هنالك حالة من الترقب إلى دور اللاعبين، هنالك تركيا إلى حد ما تجد دورها اختلف فيما يتعلق بليبيا، هنالك إعادة قراءة للمشهد الليبي بشكل عام، ولا شك بأنه المصالحة الخليجية وتداعياتها أثرت، لأنه جزء من الإشكال الذي كان رأيناه في الأزمة الخليجية تداعياته كانت تنعكس في دول مثل ليبيا بسبب التنافس، حالة التنافس الإقليمي على أداء الأدوار. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة من عدم اليقين والسيولة السياسية في المنطقة في ظل وجود إدارة أمريكية حتى الآن لا تبدو رسائلها واضحة في التعامل مع كثير من الملفات. لذلك أنا أعتقد بأنه حالة التوجس هذه تنطبق حتى على ليبيا، يعني حالة الاتفاق على التوافق التي حصلت والنظر للانتخابات القادمة في نهاية هذا العام 2021، أنا أعتقد كل هذا مرتبط بكيف يمكن لدول مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تعمل إضافة إلى الطرف التركي بشكل أساسي، وكذلك الجوار الليبي متعلق في مصر، متعلق في تونس، لأنه هذا الجوار أيضا يحتاج أن يلعب دورا. وبالتالي في ظني أنه كل ما نراه الآن هو التعبير عن حالة عدم اليقين ومحاولة التفتيش في العتمة كما يقال عن مواقف يمكن أن تمرر فيها هذه الفترة حتى نهاية السنة. الآن المشهد السياسي في ليبيا ظاهر هو أقل، هو أكثر استقرارا، ليس فيه على الأقل مواجهة عسكرية، لكن بلا شك هو يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى نوع من التوافقات السياسية على طبيعة المرحلة القادمة بما في ذلك دور اللاعبين المختلفين في المشهد السياسي. نعم، السيد عبد الله في مطلع مارس الماضي هنأ ولي العهد المملكة العربية السعودية هنأ أو بارك الانتخابات الجديدة وهنأ ليبيا بالنتائج الجديدة وهنأ مباشرة الرئيسي المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة. السؤال، ماذا تريد تحديدا الرياض من السلطات الليبية الجديدة في طرابلس، وما الذي يعني تأمله أو موجود حاليا في السلطات الجديدة ولم يكن متوفر في حكومة فايز السراج؟ تغير الموقف السعودي بعد اتفاق جنيف وبعد انتخاب السلطة الجديدة وهذا الترحيب السعودي بالسلطة الجديدة في اعتقادي يرجع إلى عاملين أساسيين. العامل الأول هو الدعم الدولي والضغط الأمريكي على كل حلفاء أمريكا في المنطقة وفي العالم من أجل دعم هذه الحكومة. تدرك السعودية كما تدرك غيرها من الحكومات وعلى رأسها الإمارات ومصر أن هذا التوجه السياسي الجديد في ليبيا ترعاه بعثة الأمم المتحدة، ولكن في الحقيقة تشرف عليه وتعده وتدفع نحوه بقوة الإدارة الأمريكية عبر سفارتها في ليبيا التي تعمل من تونس والسفير الأمريكي في ليبيا السيد ريتشارد نورلاند. ونتذكر هنا تصريح سابق لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الذي قال بشكل واضح وصريح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل كل ترسانتها الدبلوماسية من أجل إنجاح المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية بقيادة ستيفاني ويليامز. هذا السبب الأول. السبب الثاني وأن حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي الجديد تقريبا يخلو من أي شخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين أو على التيارات الإسلامية. قد تكون هناك شخصيات محسوبة على النظام السابق أو محسوبة على تيار فبراير وإن كان هذا بشكل محدود، أو شخصيات غير محسوبة على أي تيار سياسي. نعم. ومن تم خلو هذه الحكومة من شخصيات طيب. إسلامية واضحة ربما يكون سببا آخر في هذا الدعم. طيب دكتور محجوب، يعني عكس حكومة السراج تريد حكومة الدبيبة أن توصل رسالة بأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وأنها تريد تصفير المشاكل وتصفير الأعداء. هل يا ترى تستطيع الحكومة الليبية أن تقنع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بهذا التوجه الجديد، وخصوصا إذا علمنا بأن الدبيبة رفض استقبال أو لم يستقبل حفتر عندما زار شرق ليبيا،
كما أنه زار أنقرة بعد زيارته لكل من الكويت والإمارات. هل باعتقادك بإمكان دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أن تطمئن لدبيبة إذا كانت هذه توجهاته؟ أولا يجب النظر إلى أن هناك حالة من الانتظار والرغبة في شراء الوقت، يعني سواء المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول لا ترغب في تبني مواقف تعتبرها خلينا نقول راديكالية في تغيير مواقفها من الأزمة. هنالك حالة من الترقب وعد ومحاولة الابتعاد عن اتخاذ مواقف حاسمة، واعتقادي هذا له سببين. السبب الأول هو النظر إلى ما الذي يمكن أن يفعله هذا المجلس الرئاسي على مستوى المشهد السياسي الليبي ومحاولة التقريب بين الأطراف المتصارعة، وبالتالي قدرته على لم الشمل ومحاولة جمع الناس خلف قيادته. وهذا الأمر في اعتقادي لم يظهر حتى الآن منه إلا النزر اليسير. الأمر الثاني في اعتقادي يتعلق بترقب الأطراف لبعضها البعض، يعني السعودية تنظر ماذا تفعل مصر، مصر تنظر ماذا تفعل السعودية، ماذا تفعل تونس، ماذا تفعل الولايات المتحدة، ماذا تفعل روسيا. هنالك حالة من الكل ينظر للطرف الآخر من يبادر، ولا أحد يريد أن يبادر وأن يعطي كثيرا من الدعم للمجلس الرئاسي الآن على 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 أمل أن يحدث هناك شيء بالوسط من هنا حتى انتخابات نهاية العام 2021. كما قلت المشهد الدولي في حالة سيولة سياسية واضحة، المواجهة الأمريكية الروسية انتقلت إلى أفريقيا فعلا، هناك تصريحات أمريكية واضحة حول القلق من الدور الروسي في ليبيا، هذا سيكون له انعكاساته الأساسية. الزيارة إلى تركيا، تركيا لاعب حاسم في المشهد الليبي، لكنه بنفس الوقت لاحظنا في الأشهر القليلة الماضية وكأنه تراجع تكتيكيا عن الدبلوماسية أسميها المتفاعلة كثيرا مع المشهد الليبي. هناك حالة من التراجع التكتيكي خاصة بعد دعمه لحكومة الوفاق وجعلها في موقف عسكري أفضل مما كانت عليه في مواجهة حفتر. ومن هنا الحقيقة أعتقد بأنه الأطراف تنظر إلى بعضها ولا تريد أحد أن يسابق الآخر في اتخاذ موقف واضح من الحكومة على أمل أن ينظروا إلى فعلها في الداخل الليبي. نعم أستاذ عبد الله، في ديسمبر 2021 القادم هناك انتخابات سوف تجرى في ليبيا، باعتقادك هل لدول الخليج الإمارات والسعودية وحتى الدوحة هل لديهم تصور معين لطبيعة الانتخابات أو المخرجات المفترضة للانتخابات حتى يتم الاعتراف بها خليجيا على الأقل؟ في اعتقادي هو تصور مبدئي بالنسبة لدول الخليج وخاصة السعودية وقطر والإمارات، لديهم تصور مبدئي حول هذه الانتخابات، وأعتقد أنهم يراقبون عن كثب تطورات القاعدة الدستورية التي ستقوم عليها هذه الانتخابات إن جرت هذه الانتخابات. إذا كانت هناك محاولة للتأثير على هذه الانتخابات فستكون عبر الانتخابات الرئاسية، لأن الصراع الذي يتبلور الآن داخل اللجان القانونية وداخل البرلمان وداخل الطبقة السياسية في ليبيا هو هذه الانتخابات. هل تكون انتخابات تشريعية فقط تأتي ببرلمان جديد يتولى معالجة كل المختنقات الدستورية وتشكيل حكومة تحظى بدعم شعبي وطني، أم تكون انتخابات برلمانية ورئاسية؟ بمعنى أن هذه الانتخابات الرئاسية بالتأكيد ستأتي بشخصية تتولى رئاسة ليبيا، شخصية تتولى رئاسة ليبيا دون أن يكون هناك دستور واضح يقيد سلطاتها ويحدد صلاحياتها. هذا سيكون مشكلة كبيرة، ويرى فيه البعض أو يتخوف البعض من أنه قد يشكل سابقة أو يشكل ديكتاتورية جديدة، وهذا الرئيس ربما يستغل سلطاته لتفصيل دستور جديد على مقاسه، ومن ثم هناك تخوف كبير من هذه الخطوة. لكن في تقديري
أن بقدر ما تراقب الدول المؤثرة في المشهد أو المعنية بالأزمة الليبية في الخليج العربي بقدر ما تراقب هذه التطورات، تحسب أيضا أنه ربما تؤجل هذه الانتخابات، ربما لا تكون الظروف مواتية لإجراء هذه الانتخابات في موعدها. ونحن نعرف أن بعض الأطراف السياسية وخاصة الموجودة الآن في السلطة لا تريد لهذه الانتخابات في هذا الموعد لكي تبقى في السلطة مدى أطول أو زمنا أطول. شكرا السيد عبد الله كبير الكاتب والمحلل السياسي الليبي على هذه المشاركة معنا، والشكر أيضا للدكتور محجوب زويري من الدوحة مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، والشكر لكم أعزائي المشاهدين. نسعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي. نلقاكم في الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.